اهلا وسهلا بحضراتكم، تحيه كل الجماهير الاهلاويه اللي بتتابعنا في السادسه. والحقيقه يمكن محدش يمكن يختلف انه الموسم ده صعب وموسم استثنائي على كل المستويات، وطبيعي جدا اي فرقه بتلعب على بطولات، اي فرقه بتشتغل على انجازات ما بتسيبش حاجه للصدفه. وعشان كده يمكن بما ان الموسم كان صعب، في فتره توقف طويله جدا، في سيتويشن اسمه كوفيد 19 هز العالم كله، اثر على معظم المسابقات، ادى الى تلاحم المواسم وادى الى حاله ضغط متتاليه في المباريات. كل ده الحقيقه صعب في حسابات الفرق والماتشات والبطولات، بيصعب بشكل كبير جدا المشوار. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش تسيب حاجه للصدفه. انا بكلم حضراتكم على اثنين من الجنود المجهوله اللي كانوا لابسين تيشرت النادي الاهلي واللي كان ليهم دور كبير جدا مع الفريق السنه دي. والحقيقه اذا كنت بتكلم على عدد كبير جدا، وبالنسبه للنادي الاهلي بيتهيألي السنه دي حالات الاصابه او ملفات الاصابات في نادي الاهلي كان ملف صعب، وكان صداع في راس الاداره وفي راس الجهاز الفني وفي راس ايضا الجمهور. وده الحقيقه يمكن هيكون مدخل لحوارنا فيما يتعلق بالتعامل مع الموسم الاستثنائي دي ومع الحالات. الحمد لله، يعني الحمد لله قدرنا نتعامل بنجاح مع عدد كبير جدا منها، ونتمنى طبعا انه الاسماء اللي باقيه على قوائم الاصابات ترجع لنا بالسلامه. بيشرفنا في السادسه دكتور محمد وفاي، استشاري العلاج الطبيعي لفريق كره القدم في النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك. بيشرفنا كمان دكتور عبد الرحمن سعيد، استشاري التغذيه العلاجيه للفريق الاول في النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور عبد الرحمن. سنه اولى اهلي صح؟ سنة أولى أهلي. اهلا وسهلا بيك، واهلاويه طبعا اكيد. ملفين صعبين جدا وفي منتهى الحساسيه بالتاكيد طبعا، كان الله في العون. انا عارف انه موسم استثنائي. هبتدي مع دكتور محمد. بدايه يعني اتكلمنا كده عن بدايه مشوارك مع النادي الاهلي وازاي اتعاملت مع الفرقه من اول ما توليت المسؤوليه. يعني اقول الحمد لله ان انا جيت اشتغلت في النادي الاهلي، يعني ده كان حلم ليا من ايام الجامعه. ما كانش في حد زمان يعرف لما انا دخلت الجامعه يعني ايه كليه العلاج الطبيعي دي وبتطلع ايه. بس يعني كان كل اي حد بيجي يسالني بيقول لي يعني انت ممكن تبقى ايه في يوم من الايام، يعني ايه علاج طبيعي سنه 1998؟ اقول له يعني في يوم من الايام هبقى دكتور النادي الاهلي. وفعلا يعني الحمد لله فضلت اشتغل جامد. دي كانت رؤيه دكتور محمد. الحمد لله. رؤيه وحلم يعني. الحمد لله اتحققت. الحمد لله. بس الموضوع بدا لما بدأت أتعرف على اللعيبة عن طريق، عشان أنا معايا دكتوراه في إصابات الملاعب. وبدأت أتعرف، أول واحد اتعرفت عليه في النادي كان الكابتن وليد سليمان. كان عنده إصابة كده قوية جدا وبدأت أشتغل معاه شوية واحدة واحدة. بعد كده عرفني على الكابتن سيد عبد الحفيظ بس، ومن ساعتها دخلت بقى المجال. يعني فتحوا معايا لينك واتكلموا معايا، وصراحة يعني دي كانت حاجة جميلة جدا إن هم يعرضوا عليا حلم من أحلام الطفولة. والحمد لله الحلم. الحمد لله. دكتور عبد الرحمن، عارفين انه التغذيه بالنسبه لاي حد بيلعب رياضه شيء مهم جدا، لكن فكره يعني ايه بقى ندخل في مصطلح التغذيه العلاجيه؟ يعني ايه تغذيه علاجيه؟ التغذيه العلاجيه هي فرع من فروع الطب. تمام. انا طبيب بشري، بتطرح اليه استخدام الطعام من كناحيه علاج او استفاداتك من استخدام الطعام في الناحيه الطبيه. تمام. احد الفروع منها هو الطب في الطب الرياضي، هو تغذيه الرياضيه. احنا بنتكلم في التغذيه العلاجيه على يمكن اكثر من 24 فرع. تغذيه مسنين، تغذيه مرضى كبد، مرضى سكر، الحوامل، الرضع، التغذيه الوريديه، تغذيه ما بعد العمليات، وفرع كبير جدا. كل حاله من دي ليها حد متخصص فيها بالظبط في قطاع، ولا بيشتغل تغذيه علاجيه يقدر يتعامل مع كل الحالات. احنا بندرس ده كله، لكن انت لو تفضل لو ليك سب سبيشاليتي متخصصه في ده. فانا كنت تخصص في التخصص جوه التغذيه العلاجيه، تخصص داخل التخصص. فانا كان يمكن الباشن بتاعي او حبي جدا كان ناحيه التغذيه الرياضيه، ومارستي الرياضه على سنين ودمجها بعلم التغذيه نفسه مع ممارستها. انت ممكن لو ممكن تجيبوا لنا صوره دكتور عبد الرحمن في الويلكم كليب كده اللي شفناها. طبعا الصوره لفتت نظر يعني كل الزملاء هنا في الاستوديو. ده طبعا تغذيه مع رياضه. مع رياضة. انا رياضة. انا في مجال الفتنس وفي مجال الرياضه يمكن من اكتر من 13 سنه ما شاء الله. وبعد كده بقى ده امتزج في الفترات الاخيره مع الدراسه مع ممارسه ده بالابلايد نيوتريشن نفسها بالعلم مع ممارسه الرياضه، الاثنين مع بعض. انا عندي الزملاء هنا واحنا بنحضر الحقيقه قالوا لي معلومه انه احنا وصلنا ان كل اللعيبه في فريق نادي الاهلي نزلنا بنسبه الدهون تحت ال 10%. الرقم ده حقيقي. احنا في لعيبه عندنا ارقامها في الاوزان ومقاييس الدهون بتاعتها والكفاءات نفسها الجسديه اللي هي مع البرامج التغذيه، صدقني احسن من لعيبه كتير من اوروبا كتير والله.
كتير. ويعني احنا ممكن نقول امثال عندك كتير. هاجي طبعا طبعا دي صوره الدكتور عبد الرحمن، واللي ما يعرفش انه دكتور هيعرف يقول لك ده بطل كمال اجسام. انت بتلعب اوريدي يا فندم، بتلعب الفيزيك دي فئه من فئات الفتنس البادي بيلدينج. ويمكن ده كان من الـ من الـ من البروسيس بتاعتك، ان انت تستثمر في نفسك، انت واجهه في اللي انت بتقدمه. أيوة. ان انت تبقى بتكلف تغذيه رياضيين وانت في نفس الوقت بتبقى صوره لنفسك اللي تقدر تعرضه للناس بالمعلومات. يعني صحيح، هتكلم معاك على الشكل المثالي والتكوين العضلي المثالي للاعيب الكوره، بس اروح لدكتور محمد لانه الموسم ده بالنسبه للجمهور كان صعب شويتين. عندنا كم كبير جدا من الاصابات، في لعيبة بتتصاب وترجع وتتصاب تاني، في إصابات صعبة زي كابتن سعد سمير، زي كابتن متولي أبتالي، وأنا بتالي أول حالة أنت توليتها كانت كابتن متولي. مظبوط بالظبط كده. تطمننا كده الأول، طب قبل ما ندخل في التفاصيل على كابتن متولي والإصابة بتاعته. أول حاجة كابتن متولي، الإصابة اللي حصلت في الماتش يعني هو كان كده بقاله 6 أسابيع عامل عملية رباط صليبي. هو الحمد لله دلوقتي ماشي بخطى كويسه جدا. دي ليها علاقه بالاصابه؟ لا خالص. الاصابه الثانيه دي كانت من في شهر 10 اللي فات، اول واحده. أيوة. اللي هي كان عنده تمزق في العضله الخلفيه، والحمد لله اشتغلنا عليه بنسبه كويسه جدا. صراحه عملنا معاه شغل جامد جدا بتوجيهات الدكتور خالد. يعني الدكتور خالد صراحه عامل رول جامد جدا جدا. طبعاً جدا احنا شايفين اللقطه اللي اتصاب فيها كابتن محمود متولي. للاسف الدكتور خالد بصراحه عامل رول جامد جدا عندنا في الجهاز الطبي. احنا مشينا ساعتها على انت بتستلم بعد الجهاز الطبي او بعد ما؟ لا انا معاهم. يعني انت معاهم بتشتغلوا مع بعض يعني؟ على طول. احنا كلنا، الدكتور خالد هو رئيس الجهاز الطبي بتاعنا. أيوه. انا وعبد الرحمن والدكتور بدوي والدكتور عبد المجيد. احنا الاربعه بيرأسنا الدكتور خالد. تمام. الدكتور خالد هو بيشخص الحاله، واحنا بنبتدي نحط بلان اوف تريتمنت، بنبتدي خطه علاجيه بنبتدي نشتغل عليها. بنشتغل عليها عن طريق رولز كده معينه احنا بنشتغل عليها بالمانيو ثيرابي، بالعلاج اليدوي، علشان هي دي احدث الطرق دلوقتي في العلاج بتاعه الرياضيين. الحمد لله وخف منها بنسبه كويسه جدا، خف 50%. دي الاولى. وبعد كده قعدنا نشتغل، يعني بقى بينا حافظ على طول على الاستريتشنج بتاع العضله عشان الموضوع ما يتكررش تاني. والحمد لله الموضوع ما حصلوش تاني. تمام. لغايه ما حصل له، جاله بقى قطع الرباط الصليبي في المباراه الاصابه الاخيره. دي الاصابه الاخيره. وبس، والحمد لله عمل عمليه مع الدكتور احمد عبد العزيز. وساعتها يعني الدنيا ماشيه معاه كويس بنسبه كويسه جدا. جه عند بيجي النادي وبيعمل جلسات العلاج الطبيعي وجلسات الريكفري بتاعته. بسمع دايما انه العلاج الطبيعي، يعني طبعا الطب بيتقدم كل يوم، انا عارف ده كويس قوي. وزمان كان في اصابات لما تحصل لعيب الكوره قال ما لهاش حل بيبطل كوره. النهارده لا، بقى في اصابه مثلا ممكن تاخد سنه ويرجع تاني. النهارده بنسمع اللي كان بياخد سنه ممكن ياخد 6 شهور وممكن اقل، على حسب اللعيب بيعمل ايه، على حسب القوه العضليه بتاعت اللعيب وعلى حسب القوه الذهنيه بتاعته. ده مقدمه لسؤال، ان في لعيبه غايبه بقالها فتره طويله جدا عندنا، ايه السبب في ده؟ يعني لعيب مثلا زي كريم نيدفيد بالنسبه لجمهور نادي الاهلي بقى علامه استفهام كبيره جدا. محمد محمود قعد انا عارف ان هو رجع، او يعني اعتقد ان هو سليم دلوقتي، يمكن ما دخلش قائمه او ما شفناهوش في الماتشات، بس برده خد فتره طويله جدا. هل ده مرتبط بنوع الاصابه ولا ده مرتبط بحاله خاصه في تكوين اللعيب او في عضلاته؟ لا، هي صراحه نوع الاصابه في الاول على حسب. هو كريم نيدفيد عمل عمليتين او ثلاثه عملهم. سمعنا ان كان في مشكله، هو في العمليات دي اتعملت بره صح؟ كلها اتعملت بره. مفيش ولا حاجه اتعملت هنا في القاهره. بس احنا الحمد لله يعني اخر مرحله هو كريم خلاص، يعني ماشيين معايا بنسبه كويسه جدا. وبيجي جلساته في النادي والدنيا كويسه وركبته ما فيهاش اي ورم ولا اي حاجه دلوقتي. وان شاء الله يعني كل يوم بيزود الحمل يوم عن يوم. وان شاء الله يعني الدكاتره في النادي صراحه مش مقصرين معاه خالص. هو صراحه بيسمع الكلام وانسان محترم جدا جدا، وربنا يشفيه ويرجع بسرعه يعني. عظيم. هرجع لبقيه اللعيبه وحالات الاصابه اللي برضه يهمنا نطمن الناس، بس اروح لدكتور عبد الرحمن. بما ان احنا بنتكلم عن تغذيه علاجيه، برضو واحد من العناوين دايما اللي يعني مرتبطه باسم زي اسم صالح جمعه هي فكره زياده الوزن. يعني حتى دايما لما الجهاز بيجي يتكلم بيقول احنا عايزين صالح في الملعب، بس محتاجين صالح وزنه ينزل. وانا عارف دكتور عبد الرحمن معلوماتنا بتقول انك بتشتغل على كل لعيب بشكل فردي على حسب هو طبيعته ايه، جسمه عامل ازاي، التزامه من عدمه. فمهم جدا تكلمنا على صالح، ايه مشكله صالح وايه مشكله الوزن على وجه التحديد؟ لا كابتن صالح ما فيش مشكله ولا حاجه. هو الراجل ماشي على البرامج بتاعتنا، بيتحسن يوم عن يوم،
انا بصراحه شايفه حد مجتهد. الراجل ما قصرش في حاجه الفتره الاخيره دي على الاقل. الناس كلها شايفه ان هو بيحاول فعلا يرجع، كل زمايله مساعدينه والناس كلها بتحاول تكون معاه، سواء الزملاء اللي عندنا في الاعداد البدني والناس في التاهيل واحنا معاه في قطاع التغذيه. فلا يا صالح، يعني مساله وقت ان شاء الله يكون في افضل حال باذن الله. مفيش مشكله بالنسبه له خالص. وبالمناسبه على الشاشه ده دكتور عبد الرحمن، وافكر برضو جمهور السادسه، احنا يمكن في واحده من الحلقات في واحده من المعسكرات النادي الاهلي كنا لاحظنا انه بيتم وزن الاكل وتحديد وجبه. يمكن حضرتك هتكتب رقم التيشيرت بتاعت اللعيب دلوقتي. رقم اللعيب بالظبط. صح. بناء على ايه بقى بتشتغل الشغل ده ازاي؟ وهل ده مرتبط مثلا ب اتفاق مع الجهاز الفني، طالب منك حاجه معينه لعيب معين، ولا ده بيبقى رؤيه دكتور عبد الرحمن او الجهاز الطبي؟ يعني بص يا استاذ احمد، هو احنا الفكره ان انا كنت لما بدات اشتغل مع اللعيبه كان هدف ان كل لعيب يوصل للتوب فورم بتاعته. ان انا عايز احسن مردود عند اللعيب ده جسديا وبدنيا علشان يبقى يقدر يخدم قطاع الكوره او منظومه الكوره بتاعتنا. فكان يعني من المنظومه دي ان انا اسمح لي هرجع للجزئيه دي بس عشان معانا تليفون من سليم الانصاري، ولا نقول من منسي بقى امير نجم مصر الجدع والشهم وابن الاصول وكل حاجه حلوه النجم امير كراره طبعا معانا على التليفون. مساء الخير يا امير. ازيك يا ابو حميد؟ اهلا بيك، منورنا. الاهلاوي الكبير طبعا ما اقدرش انسى. اخبارك يا احمد؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا في السادسه. مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ دكتور عبد الرحمن ازيك؟ استاذ امير، حضرتك اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير ربنا يخليك. انا عارف انه انت زي نجوم الكره يا امير، يعني برضو في افلام اكشن وفي حركات وفي عضلات وفي اصابات بعد الف شر، يعني ربنا يكتب لك السلامه دايما. بس بالتاكيد برضو دكتور وفائي ودكتور عبد الرحمن كان ليهم دور كبير مع امير كرار. والله عايز اقول لك يا مثال ان هم بيتعبوا معايا اكتر من لعيبه الكره بكتير. انا معذبه في حياتي، يعني انا بيلاقيني بكلمه كل شويه اقول له انا بايظ. عايز اقول لك ان هو بص، وفائي طبعا يعني شهادتي فيه مجروحه، وفائي ده اخويا يعني، مش مجرد دكتور بصراحه، انا بشوفه اجمد واشطر دكتور علاج طبيعي في مصر بصراحه يعني، والوحيد اللي حل لي مشكله قعدت بيها سنين، اربع سنين في رقبتي وفي ظهري وعمود فقري واشاعات وسافر يمين وسافر شمال، والوحيد اللي فهم مشكلتي هي وفائي. بس طبعا انا مش هقول هي مشكلتي هي ايه، لان هو يعني انا وهو الوحيدين اللي عارفين ايه المشكله. المهم انك انت كويس وبخير دلوقتي. الحمد لله. وعايز اقول لك يعني انا شايف بصراحه الاثنين، مش انا اللي اقيم طبعا يعني، بس طبعا اضافه كويسه جدا لنادي عظيم زي نادي الاهلي وفريق كبير زي فريق نادي الاهلي بصراحه، وهو كتيم كله على بعضه كده بصراحه يعني مش هيتلاقوا احسن من الاثنين اللي معاكم دول بصراحه يعني. طبعا خليني اكلمك بس عن النادي، انا عارف انك اهلاوي كبير طبعا. يعني ما تزعلش حد مننا، انا بحب اللعيبه كلها. طب قول لي يمكن انت ظهرت ليك صوره طبعا في الماتش اهي كابتن امير كراره مع دكتور وفائي، وعارف انك انت كمان ظهرت في لقطه ثانيه مع كابتن خطيب. بيبو يا سلام، هو في زي بيبو؟ يعني انا حضرت طبعا الماتش ده وكان من الماتشات المهمه الجميله يعني بصراحه. وطبعا كابتن محمود الخطيب انت عارف يعني انا بحبه جدا جدا. مصر طبعاً كلها بتحبه يعني. طبعا مصر كلها بتحبه يعني. أيه. وربنا يكرمهم دايما كده ويكرم الاهلي ويكرم كل الفرق، ويعني الدنيا كلها تمام. انت عارف اصل وفاء، عارف ان انا اللعيبه كلها اصحاب، سواء بقى اهلي او نادي غير اهلي كلهم حبايب يعني. فربنا يكرم كل الناس والمستوى يبقى عالي ونبقى عندنا دوري محترم وكاس محترم والناس كلها تبقى حابه بعض. انا عارف يا امير انه يمكن النوع ده من الدراما مش موجود عندنا قوي في مصر، او مش منتشر يعني في مصر، بس في اوقات كتير جدا يعني بنشوف بره في الغرب عموما، في هوليوود او في اوروبا، الدراما اللي هي مرتبطه بالسير الذاتيه الرياضيه الابطال الرياضيين في مختلف المجالات، بوكسر مثلا او لعيب فوتبول او كده، بتتعمل كتير. لو في حاجه كده، مين الشخصيه اللي يحب امير ان هو يلعبها على السينما، في السينما او في الدراما؟ شخصية رياضية يعني؟ تحب مين كورة يعني؟ كورة أو غير كورة، حاجة تحس إنه شخصية محتاجة تتقدم للناس. والله عايز أقول لك أنا خدت بالي من حاجة مهمة جدا. اتفضل. في أجيال في النص كتير جدا لعبت كورة وعملوا علامات كتير جدا، تمام؟ بس لحد النهاردة الجيل الصغير اللي عنده 7 سنين و8 سنين برضه لازال يعرف محمود الخطيب أو يعرف بيبو. أيوه. أنت فاهم؟ فدي ظاهره غريبه بصراحه يعني، لان هو في اجيال كتير ما تعرفش الاجيال اللي طلعت في النص
وربنا يعني كرمهم، واللي بطل كوره واللي يعني. بس محمود الخطيب لحد النهارده كل الاجيال عارفاه، ومحمود الخطيب طبعا من العلامات اللي فعلا يعني انا شايف ان ده يتعمل له حاجه كبيره بصراحه يعني. انا بشكرك جدا وسعيد جدا ان انا بسمع صوتك ونورتنا في السادسه امير، ربنا وبالتوفيق والنجاح دايما، تستاهل دايما كل ربنا خير. ربنا يكرمك. ووفاء يخلص بقى وعدي عشان ايه، تعالى ايه نقعد شويه. انا جاي نظبط الدنيا. اهلا اهلا بيك امير، نجم امير كرارة طبعا، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور وفاء، بمناسبه كلام امير، في جزء كبير جدا من موضوع المرتبط بالاصابات عندنا في مصر مرتبط بصحه او سلامه التشخيص. طبعا يعني انا هقول لحضرتك، ودي حاجات انا عشتها مع ناس قريبين كتير جدا مني، حد بيشتكي من حاجه بيروح الاربع خمس دكاتره بيسمع كل من كل واحد تشخيص مختلف. صح. وممكن يفضل سنين زي ما امير كده بيقول، يفضل بيعالج حاجه او ماشي على فتراك علاج معين، وفي النهايه يكتشف انه على فكره حالتك ما لهاش علاقه بده. اهم حاجه في النجاح بتاع الحاله انها تخف التشخيص الصح. انت لو شخصت صح بنسبه كويسه جدا هتعرف تمشي، هتعرف تحط بلان بتاعه العلاج. فانت لو حطيت البلان كويس واشتغلت على الدايجنوزيس كويس اللي هو التشخيص، اكيد هتوصل لريزلت كويسه. اهم حاجه في القصه ان المريض او الدكتور والدكتور يبقى في بينهم من بعض ثقه. انت لو وثقت في الدكتور بتاعك ومشيت على الرول بتاعه وسمعت كلامه في كل حاجه، زي بيحصل عندنا دلوقتي في الجهاز الطبي عندنا في النادي، اهم حاجه الثقه. هو لو في ثقه ما بين الدكتور وما في ثقه ما بين اللعيب، اول حاجه اللعيبه هتمشي على بلان كويس وهيسمعوا الكلام بنسبه كويسه جدا، وهتلاقي الريزلت بتوصل لحاجه كويسه تخلي الدكتور يوصل لمرحله كويسه ان هو يجيب ريزلت كويسه، وان اللعيب ما يقعدش فتره طويله مصاب. تمام، هرجع لحضرتك في جزئيه الاصابات، بس برضو كنت بتكلم مع دكتور عبد الرحمن يمكن قبل ما نجم امير كرارة يدخل معانا على التليفون في جزئيه التغذيه. تمام. انت مش بس يعني بتشتغل على اللعيبه المتصابه، انت بتشتغل كمان على اللعيبه الفت، اللعيبه اللي ما عندهاش مشاكل. بتشغل على ايه، او يعني بيبقى الهدف بتاعك ايه، وهل بيبقى مطلوب منك مثلا حاجات او مطلوب من الجهاز الطبي كله يعني شغل معين من الجهاز الفني، انك مثلا اللاعب، انا مش عايز اقول اسماء عشان ما اعرفش الحالات ايه، بس مثلا اللاعب الفلاني ده محتاج يزود عضلات، بناء عضلات معين، محتاج يخس عشان ده مأثر على لياقته البدنيه او على سرعته، بتشتغلوا الطريقه بتشتغلوا بيها ازاي؟ بص، انا بالنسبه لي اللعيب فعلا بيفرق. لو كان انت اوف سيزون ولا اون سيزون، انت جوه الماتشات زي ما حضرتك بتقول، وانت عندك ماتش كل 3 ايام ولا لا، او انت مثلا بتتاهل فتره اصابه دلوقتي. احنا قطعنا شوط كبير مثلا مع حد زي كابتن حمدي فتحي، مع حد كابتن سعد سمير، محمد محمود، الناس اللي كانت قعدت فتره طويله في الاصابات، والحمد لله منهم اللي رجع. انت برضه بتشتغل على دول تغذيه علاجيه طبعا. تمام تمام. يعني انت النهارده حمدي الحمد لله كان راجع من الاصابه بتاعته في فورم احسن من قبل الاصابه. كابتن سعد النهارده الراجل قريب جدا من ان هو يبقى التوب فورم بتاعه. محمد محمود مستني الملعب. رغم ان الناس دي كان بقالها فترات طويله بره الايه، بره ملعب، لكن كانت متابعه التغذيه بتاعتها معانا. فانت منظومتك مع الناس اذا كانت مصابه او ايفن حتى اللي بيلعب النهارده عايز يبقى دايما توب فورم. ليه؟ مين اكتر لعيب وزنه بيزيد بسرعه في نادي الاهلي او الدنيا بتضرب معاه؟ لا انا بصراحه انا شفت جوه المنظومه. مين اكتر لعيب بيتعبك انت شخصيا او ممكن؟ لا بالعكس، هم كلهم هايلين، والناس سبحان الله، انت هم الثقه بينك وبينهم فعلا وصلت ان هم بيسمعوا الكلام بتاعك في الداتا كلها، وهم شافوا النتائج بنفسهم. احنا النهارده عندي اللعيبه كلها افريج ويتس زي ما حضرتك، كلهم تحت 10 وتحت، في منهم 5% دهون. رقم ده مرعب في تغذيه الرياضيين. وفي نفس الوقت انت جوه السيزون انت عايز تظبط اللعيب بتاعك، عشان انت قبل الماتش لازم يبقى هو نسبه النشويات عنده عاليه عشان يقدر يؤدي كويس في الماتش. بعد المباراه في نظم تغذيه شويه، او في بروتوكولات عشان يحصل ريكفري، ان هو حصل عنده الهاك شويه في العضلات، فعايز يبدا تاني يستعيد فتره الريفرشمنت للعضلات بتاعته من الكوب بتاعه. فانت عندك منظومه كده بتحصل حوالين المعسكر، من قبل المعسكر الاكل بتاعه. ما دي مشكله في الجزئيه دي تحديدا، وبرضه هسمع رأي دكتور عبد الرحمن ودكتور وفائي في فكره ان احنا الفريق بيلعب ماتش تقريبا كل 3 ايام، وده مرهق لينا وليهم طبعا، وداخل عليك بطوله كاس، وداخل عليك بطوله، عندنا 3 ماتشات نتمنى طبعا يبقوا 3 ماتشات مهمين جدا قبل النهائي ونهائي افريقيا. فانت بتشتغل ازاي كمان في فتره قبل الماتشات ومع ضغط المباريات بشكل زي ما قلت لك؟ انت كان هدفي الفتره اللي فاتت دي كلها ان كل لعيب يبقى النهارده داخل على البوفيه مثلا، او داخل على المعسكر بتاعه، ما بيفكرش باي حاجه غير ان هو ياخد الميل بتاعته اللي متحضره لساتد ليه. انا اللي بحضرهم بنفسي للعيبه، بحيث انت داخل خد الميل بتاعتك يا كابتن فلان، خلص الميل وابدا شوف انت ايه المطلوب منك تاني بره بتاعتك. يعني بالظبط الوجبه بتاعتك. مش حد بيميل كده والنبي زود لي مش عارف ايه او بدل لي ايه بايه. لا بص، برضو الفتره اللي فاتت انا اكتسبت خبره
خبره التعامل معاهم ان في حاجات مفضله للعيبه عن غيرها. أيوة. يعني مثلا ممكن فلان لا عبد الرحمن انا مثلا مش من هوايه البطاطس مثلا، انا من هبات الحبوب يعني مثلا حاجه زي الرز. في فترات لا احنا بنفضل استخدام الدقيق، منتجات دقيق زي المكرونه زي منتجات من الخبز المعين. علشان ابدا ارفع السكر للعيبه، ابدا ارفع الستورز بتاعت مخازن الجلايكوجين في جسمهم علشان الماتش اللي وراهم. فبالتالي انت بتبدا تتعامل مع اللعيبه الفتره اللي فاتت دي وبنيت الثقه بينك وبينهم في متطلبات كل واحد. خلاص النهارده هو عارف ان الميل بتاعته جاهزه، وقت العشاء بتاع المعسكر، الفطار والغداء بتاع المعسكرات والوجبات. خلينا ناخد تليفون دكتور وفاء يقول الو كده. الو الو ايوه كابتن متولي، كابتن محمود متولي معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن محمود. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نطمن عليك بس الاول قبل ما يعني تسلم على كابتن على دكتور وفائي، قول لنا بس حالتك ايه وطمن جمهور الاهلي عليك. طبعا يعني شرف ليا دلوقتي ان انا بكون معاكم دكتور وفائي ودكتور عبد الرحمن وحضرتك، وسلامي ليهم طبعا. دكتور وفائي يمكن احنا يعني السلام ما بيننا الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه هيبقى كتير شويه، لكن طبعا دكتور عبد الرحمن معلش هتعدي يا كابتن محمود ان شاء الله. اكيد وتبقى احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الحمد لله يعني الامور ماشيه كويس. عملنا العمليه دكتور احمد عبد العزيز، يعني الحمد لله العمليه مشيت بشكل كويس. طب معلش قبل ما تقولي العمليه يا كابتن محمود، احنا لسه كنا عارضين اللعبه دلوقتي، ممكن تقولي بالظبط الموضوع حصل ازاي يعني، وانت حسيت بايه في اللحظه اللي يعني معلش انا راجعك اللحظه بتاع، انا عارف تبقى صعبه جدا على لعيب الكوره خصوصا لما تحصل له وهو في الملعب، بس عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. والله يعني هي حاجه ما اتمناش ان حد يحس بيها او ما اتمناش ان هي تحصل لاي لعيب. كله طبعا بيبقى نصيب وحاجه مكتوبه ربنا كاتبها لي، اكيد فيها خير ليا. والحمد لله الواحد مؤمن بربنا وان ده قضاء وقدر. ما كانش عندك اي مشكله طبعاً قبلها محمود يعني قبل اللقطه دي؟ ما حسيتش في الماتش ان في مشكله؟ ما حصلكش حاجه قبلها بيوم؟ يعني لا هي جت كده اول مره في يعني هي برضو هي بتبقى نصيب يعني طبعا يعني طبعاً. ما بيبقاش مترتب لها خالص ولا بتبقى حاسس باي احساس وحش قبلها، حتى لو كنت حاسس او اللعيبه عامه لما بيحس ان هو بيشتكي من حاجه او بيكون قلقان من حاجه اكيد بيبقى عامل حسابه علاج كويس، ريكفري كويس، ريهاب كويس. فطبيعي يعني لو الواحد حاسس باي احساس غلط او مش مفهوم لازم يبقى يعني مرتب له او لازم يبقى عامل حسابه ان دي محتاجه علاج، محتاجه راحه، ايا كان الدكتور بيشوفها ازاي. ووصلت لغايه فين دلوقتي يا كابتن محمود؟ والله يعني الحمد لله الامور الفتره اللي فاتت الشهر اللي فات ده مشيت كويس. يعني بدانا علاج في الميه وعلاج طبيعي، طبعا الدكتور وفائي يشرح لحضرتك اكتر مني طبعا. لكن الحمد لله انا شايف الامور ماشيه كويس جدا وستيب باي ستيب كده ان شاء الله الدنيا تتضبط. وجود متخصصين في الفريق الطبي في النادي الاهلي، حد في التغذية العلاجية وحد في العلاج الطبيعي، فرق معاك كلاعب كورة؟ أكيد، بس أنا في الأول حابب أشكر الدكتور خالد طبعا على المجهود، يمكن ده واجبه أو ده شغله في النادي. دكتور خالد محمود طبعا رئيس الجهاز الطبي. طبعا لكن طبعا يعني هو برضو تعب معايا الفترة اللي فاتت، أكيد الفترة الجاية برضو، فحابب أشكره على مجهوده. الحمد لله يعني انا يعني النادي الاهلي اتعامل مع الموضوع بطريقه فير زي ما بيتعامل على طول. سالوني او اخذوا رايي يعني في موضوع السفر او ان انا اعمل عمليه هنا في مصر، وكان يعني اختياري طبعا بعد ما فكرت في الموضوع كويس، وخصوصا في الظروف اللي احنا عايشين فيها الفتره دي بسبب الكوفيد 19 والظروف اللي العالم كله بيمر بيها، فانا كنت شايف ان انا علشان اكسب وقت، علشان برضو علشان كل ما العمليه بتبقى اسرع كل ما الواحد بيستفيد بالوقت، وكمان يعني يمكن الموضوع بيبقى علمي اكتر في حته ان الواحد ما يخسرش كتير من الوزن العضلي في جسمه. اوكي، ودكتور احمد عبد العزيز بتهيألي واحد من احسن الاسماء طبعا في المجال.
قدامك يعني قد ايه حاجه ما فيهاش مراجعه يعني. يعني الدكاتره قالوا لك تقريبا قدامك قد ايه وممكن ترجع تتمرن تاني يا كابتن محمود؟ والله هو يعني هو كله من عند ربنا، انا بتمنى بس يعني من ربنا ان ما فيش حاجه تعطلني، وان شاء الله باذن الله. يعني انا مؤمن ان كل حاجه بالمجهود وبالتعب بترجع زي الاول واحسن، وهترجع احسن ان شاء الله، وباذن الله كل حاجه هتتظبط وهتبقى احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا، وترجع للاهلاويه ان شاء الله باذن الله بالف سلامه. قبل ما نكمل بقيه الحالات، لانه لسه عندنا القائمه للاسف فيها اسماء نتمنى انها ترجع في اسرع وقت ممكن، وقبل ما نتكلم على البرنامج الخاص او برنامج العمل الخاص بالاستعداد قبل نهائي وان شاء الله نهائي بطوله افريقيا، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه مع ضيوفنا. اهلا وسهلا بجمهور السادسه. الحقيقه الموضوع طلع كبير وموضوع فيه تفاصيل كتير جدا، حتى يمكن في الفاصل كنت بكلم مع دكتور عبد الرحمن ودكتور وفائي على كمان السفر بره والاستعداد للبطولات او ماتشات في بطوله افريقيا، خصوصا انه احنا عارفين طبعا انه بيبقى ليها اهميه خاصه عند الجمهور، وعلى قد كمان وحسب ظروف كل دوله احنا بنروح عندنا ماتشين مهمين جدا. يمكن دكتور عبد الرحمن قال لي معلومه انه اول شغل او اول سفر ليه مع الفريق كان في ماتش سان داونز هناك يا دكتور عبد الرحمن، بالظبط ماتش صعب كان بكل المقاييس، مش بس على المستوى البدني، على البدني وعلى النفسي وعلى كل حاجه الحقيقه. كلمنا على التجربه. زي ما كنت بقول لك، هو الفكره ان احنا التشالنج بالنسبه لي ان احنا بنبدا ناخد حسابات بره الكوره شويه، ان زي ما قلت لك احنا بنلعب في افريقيا في بريتوريا على 1200 تقريبا 1300 قدم فوق سطح الميه. فانت بتتكلم في هيوميديتي يعني رطوبه مختلفه وليفل ثاني نسبه رطوبه عاليه جدا. بالزبط. والحاجات دي بتاثر على المجهود البدني بتاع طبعا، فقدان الميه للعيب وقدرته على الاستيعاب بتاع الاكسجين. ايوه. فكان العمليه فينزل المستوى البدني بالظبط، فتلاقي المردود البدني بتاعه سيء رغم ان هو متمرن وواكل وكل حاجه، هو جاهز ولو خدته في نفس الوقت لعب في ارض طبيعيه هتلاقيه ما فيهوش مشاكل. فكان الفكره اللي تمت من الجهاز الحمد لله ومن الاداره كلها، احنا سافرنا بدري، احنا قعدنا 5 ايام هناك، حصل حاجه اسمها اكليتمايزيشن، التاقلم على الجو، وعلمنا الفرقه ازاي تشرب ميه. يعني انا يمكن كانت الاكتر حاجه فرقت في خلال فتره السفر لام افريقيا، الناس وانت كنت كان في ديوتي بيني وبين اللعيب عن الميه، حتى هديك الازايز وتديني الازاز دي ايه مشروبه، لان انا كنت بعلم الفرقه ازاي تشرب من 4 او اكتر لتر احتياجات كل لعيب. انت تدي له ازازه مليانه رجعها لك فاضيه. بالظبط. لان انت بس متاكد انه شربها؟ لا متاكد. لان في فقدان كبير جدا للميه والسوائل والاملاح في جسمك، ده كان لازم تعويضه، وده اللي فرق في الحمد لله في المستوى البدني في الماتش بتاع جنوب افريقيا الحمد لله، في فكره شرب الميه وتعويض الاملاح للعيبه والميه في سوائل في جسمهم مع فقدان الميه اثناء الحراره العاليه 3 ساعة 3 الظهر. فالماتش كان صعب. فدي كانت يمكن انت بتنزل المطبخ بتبدا تشوف تحضيرات الاكل والوجبات للعيبه زي ما كنا بنتكلم معاك في فتره الاعداد بالنسبه للعيبه يعني. صحيح. اتكلمنا على نيدفيد ومحمد محمود وكابتن سعد ومتولي كان معانا طبعا على التليفون، ما اتكلمناش على ربيع احدث المنضمين. وربيع مش عارف لاعب يعني سيء الحظ، كابتن حمدي اعتقد برده كان في اكتر من مناسبه اتعرض لاصابه. كابتن حمدي جميل. طب احنا معانا كابتن حمدي على التليفون. كابتن حمدي فتحي نجم النادي الاهلي، مساء الخير واهلا بيك في السادسه. مساء النور يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ منور الدنيا بصوتك ويعني كل التوفيق. انت واحد الحقيقه من اللعيبه اللي دخلت قلوب الاهلاويه بسرعه شديده جدا، لا والله بجد مش مجامله ولا حاجه، ورهنا عليك في اللي جاي كبير جدا. انت ان شاء الله باذن الله تحافظ على نفسك ونفس حاله الاصرار اللي عندك، كورتك حلوه والناس بتحبك، وان شاء الله هتكون اسم من اكبر الاسماء في القلعه الحمراء ان شاء الله. طمنا عليك انت كويس اهم حاجه دلوقتي. الحمد لله كله تمام. برحب بالدكتور وفائي حبيبي يعني، والدكتور عبد الرحمن يعني اثنين حبايبي بصراحه، انا شخص انا بحبهم جدا ومبسوط ان هم طالعين النهارده على قناه النادي الاهلي، وهم صراحة الناس ما تعرفش الدور الكبير اللي بيقوموا بيها حمدي يا كابتن حمدي مع الفريق، واعتقد انه في موسم يمكن كنت بتكلم صعب شويه، بيتهيألي انتوا اكتر ناس تكونوا حاسين بتاثير دكتور وفاي ودكتور عبد الرحمن معاك وطبعا كلعيبه كوره. والله بص، هم الناس مش عارفين، انا اتكلمت على الدكتور وفاء كتير يعني، انا لو اتكلمت عليه من هنا بص اللي بكره مش هديله حقه، عشان هو اكتر واحد بصراحه تعب معايا الفتره اللي فاتت فتره الاصابه. والدكتور عبد الرحمن طبعا يعني انا ما اتكلمتش عليه، الا اتكلمت معاه اتكلمت عليه مره واحده تقريبا، بس هو بصراحه كان له دور كبير فتره كورونا. كان كل اللعيبه بتتواصل معاه، وهو بصراحه يعني كان بيعمل لنا برامج على طول ويبعت لنا كمان على الواتساب،
فالاثنين بصراحه يعني دورهم مهم ودورهم كبير قوي في النادي الاهلي، كله عارف يعني في النادي الاهلي جوه كله عارف يعني ان دورهم مهم يعني. كلمني الاول عن استعداداتك لافريقيا، وازاي طمن جمهور النادي الاهلي كده على ماتش الوداد والفريق، انت وزمايلك كلكم بتبصوا ازاي لمواجهه الوداد اللي بتقرب يوم بعد يوم يا كابتن حمدي؟ والله اكيد احنا مركزين يعني، بصراحه حلم ليا وحلم لكل اللعيبه وحلم الجمهور، وهي غايبه بقالها كتير علينا. بس احنا بصراحه مركزين جدا ان احنا السنه دي تكون من صالحنا يعني، وان شاء الله هنموت نفسنا يعني زي ما بيقولوا في الملعب عشان البطوله دي تكون من نصيبنا السنه دي يعني. الكلام على الجهاز، وفايلر مكمل، فايلر ماشي، في جهاز جديد، في مفاوضات، لا ده محلي لا ده اجنبي، مأثر على الفرقه؟ والله بص احنا ما بنركزش كده في يعني في الكلام قوي، ان احنا مركزين السنه دي بصراحه ان احنا ايا كان ان احنا لا لازم نكون بطوله افريقيا السنه دي تكون ناخدها السنه دي يعني ان شاء الله يعني، عشان هي بقالها كتير في غايبه عن النادي الاهلي يعني. واحنا مش عايزين منكم اكتر من كده. لا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حمدي فتحي، بشكرك على وجودك معنا في السادسه. دكتور رفاعي سيبك من هبعد عن الكوره شويه يعني، بس اكلم على سكواش، لانه حتى انا يمكن وانا بدردش معاك قبل الحلقه قلت لي انا بدايتي اكتر كانت سكواش، وكنت شغال مع منتخب صح؟ انا دكتور منتخب مصر للسكواش. دكتور منتخب مصر دكتور سكواش. اخصائي العلاج الطبيعي لمنتخب مصر للسكواش. والاهلي خدك من منتخب مصر ولا؟ الاهلي خدني. الاهلي خدك. بس ما يمنعش ان كان ليك مشوار الحقيقه ومشوار ناجح كمان مع المنتخب المصري. الحمد لله. انا اخر حاجه اخر بطوله خدتها مع منتخب مصر سكواش خدنا بطوله العالم للفرق في واشنطن دي سي في شهر 12 اللي فات. حتى ساعتها دخلت للكابتن سيد عبد الحفيظ قلت له لو سمحت يعني انا دلوقتي عضو في الجهاز الطبي للنادي الاهلي، بس اتمنى ان حضرتك تديني اجازه اسبوع اروح بعثه المنتخب للسكواش عشان دي حاجه انا بحبها صراحه. صحيح. بس الحمد لله هو وافق ورحت مع البعثه المصريه في واشنطن، والحمد لله كسبنا البطوله ورفعت كاس العالم كده. فدي كانت حاجه جميله جدا يعني. هي بالمناسبه سكواش من الرياضات اللي بتحتاج فتنس بتهيألي كبير جدا. لا ده فتنس رهيب. صعبة. رياضه صعبه جدا جدا جدا. طب ممكن تشرحوا لي انتوا الاثنين الحقيقه يعني، انا بالنسبه لي دي مفارقه غريبه شويه. احنا دايما بيتقال على انه لعيب الكره المصري عنده مشكله دايما في اللياقه البدنيه، انا مش بتكلم على 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 الاهلي، بتكلم على العموم. انه لما اجي اتكلم على لعيبه مصر مقارنه مثلا بلعيبه المنتخبات الاوروبيه يبان دايما ان في فرق في اللياقه البدنيه، ورغم كده لعبتنا في السكواش وانتوا بتقولوا انها رياضه بتحتاج مستوى بدني عالي جدا، مسيطرين تقريبا على مستوى اجيال مختلفه، انا مش بتكلم على جيل بيمثل طفره، انا بتكلم تقريبا سيطره شبه كامله لاجيال مختلفه من المصريين على رياضه السكواش. ازاي الكونتراست ده حاصل؟ بس حضرتك هو السكواش في مصر عامل زي البرازيل في الكوره كده. يعني احنا فعلا يعني ملوك اللعبه تقريبا. السكواش بيحتاج فتنس رهيب، والاصابات بتاعته سخيفه جدا جدا جدا. يمكن اصعب من اصابات الكوره. والمشكله ان اللعيب بالسكواش في التورنمنت في البطوله بيلعب، اللي بيوصل للفاينل بيلعب كل يوم ماتش، والماتش بتاعه كل يوم بيلعب 80 او 90 دقيقه، وفي ماتشات لو مثلا لو اللعيبه المستوى البدني بتاعهم زي بعض او المستوى الفني زي بعض بيقعدوا مثلا 100 دقيقه. بيجري كام كيلو فيهم اللعيب تقريبا؟ لا صراحه افريج يعني صراحه مش عارف، بس هم بيلعبوا في بوكس كده صغير يعني زي ما الناس كلها عارفه، بس هي يعني رياضه رهيبه. أيوة. يعني مثلا كنت فاكر فيها تغيير اتجاهات عنيف على طول. فيها حركه ده لازم مدرب فجائيه كتير. مدرب الفتنس بتاع السكواش يعني ربنا يكون في عونه صراحه. وخصوصا بقى الدكتور الفيزيوثيرابيست بعديه بعد كل ماتش لو اللعيب بتاعه كسب، لما يوصل بقى للماتش اللي بعده اصلا يعني مثلا سيمي فاينل ده اللعيب يبقى واصل للفاينل هو خلصان. مش عارف يتحرك يعني. يعني انا مثلا فاكر انا في كان هنا في بطوله هنا في مصر، واللعيب بتاعي يعني في لعيب مصري يعني اسمه كريم عبد الجواد، ده يعني بطل عالم في السكواش وهو واخد بطوله عالم فردي وكان معانا مع البعثه. مش عارف يمشي بعد الماتش سيمي فاينل، مش قادر يمشي. انا قعدت معاه اليوم ده في الاوتيل لغايه الساعه 4 الصبح، قعدوا في ميه بتلج ويعمل سيشن الاستشفاء بقى عشان يستعيد. والحمد لله كسب البطوله تاني يوم. فاحنا معانا الحاوي، معانا خاتم سليمان. كابتن وليد سليمان طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن وليد.
ربنا يخليك يا استاذ احمد، اهلا بيك نورنا. النهارده كابتن سيد كان بيقول انك انت مش هتبقى موجود في ماتش الترسانة عشان يعني حاسس بوجع او بالم في 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 ضلوعك، فطمنا عليك. ومعاك طبعا دكتور وفائي ودكتور عبد الرحمن. ربنا يخليك يا استاذ احمد. لا الحمد لله، الامور الحمد لله في تحسن وتمام. هي الكدمة عندي في ظهري. ايوه. والحمد لله الامور احسن. يمكن النهارده كنت بعمل جلسه مع الدكتور وفائي يعني ان شاء الله على الله. يعني انتوا كنتوا مع بعض النهارده الصبح؟ الصبح الساعه 7 ونص الصبح بيكلمني يقول لي انت فين؟ بقول له على كوبري 6 اكتوبر التمرين الساعه 9، يقول لي لا انا في النادي من 6 ونص. وليد بيجي بدري. لا هي الحقيقه الناس بتشكر فيك جدا يا كابتن وليد، بره الهواء وجوه الهواء بصراحه يعني. ربنا يخليك يا استاذ احمد، هم ناس زي الفل وكفاءه عاليه جدا وما شاء الله، يعني هم اضافه كبيره جدا للمكان طبعا. لا كابتن وليد ده انا ليا معاه ذكرى مهمه جدا من 3 سنين. فاكر يا كابتن لولو؟ طبعا ما اقدرش انسى. كان ليه فضل ان هو كنت مصاب اصابه كانت صعبه، وكنت مسافر ألمانيا. كنت مع الكابتن حسام البدري، وخلاص كنت يعني بخلص اقراءات السفر، وجه حسين عبد الدايم قال لي ما تيجي اعرضك على دكتور هنا في مصر اشتغل معاه وشوف قبل ما تسافر. اشتغلت طبعا، كنت اول مره اشوف دكتور وفائي. بس فاضل الاول قول لي الاول، يا فكرت ولا ترددت ولا وافقت على طول؟ لا خالص، وافقت على طول. ورحت قابلته وبدانا علاج، وكان مع حسين برضو يعني علاج طبيعي وتقويات مع حسين. والحمد لله رجعت، ما كملتش اسبوع ورجعت الملعب، وكان حتى كابتن حسام انبسط جدا وكابتن فايد ان انا يعني ما سافرتش ولغيت سفري وكملت مع الفرقه. كنا داخلين على ماتشات صعبه، وكان الحمد لله يعني توفيق من ربنا ان الواحد يرجع سليم مع دكتور وفائي طبعا وحسين عبد الدايم. طب طمنا عليك دلوقتي كابتن وليد بقى، يعني الوضع بالنسبه لك ايه؟ هل ممكن تكون موجود فعلا في ماتش الترسانه، ولا الجهاز بيفضل يريحك ويحافظ عليك للي جاي؟ والاهم طبعا عندنا ماتش الوداد في ذهاب قبل نهائي افريقيا. لا انا الحمد لله الامور تمام، في تحسن كبير جدا، وان شاء الله ممكن على ماتش الدوري او المقاولين ان شاء الله ممكن اكون متواجد مع الفرق باذن الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن وليد. تحب تقوله حاجه لكابتن وليد؟ لا كابتن وليد صراحه علم من اعلام النادي يعني طبعا. فدي حاجه جميله جدا ان هو شخصيه زي كابتن وليد معانا وبنشوفها كل يوم، حاجه تخلي الواحد يبقى مبسوط صراحه بيروح النادي. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي واحد من نجوم الفن، بقى هنبعد عن نجوم الرياضه شويه، واحد من نجوم الفن النجم كريم فهمي معانا على التليفون. مساء الخير يا كريم. مساء الصوت واطي شويه. صوتي طبعا انا هحاول اعلي الصوت، وهحاول الزملاء في الكنترول كمان يعلوا الصوت شويه. اهلا بيك في السادسه، وانا عارف انه كريم فهمي من يعني الاهلاويه الجامدين جدا، وبينتمي لعيله يعني اهلاويه كبيره جدا. اهلا بيك يا كريم معانا. اهلا بيك. لا خلي بالك انا كنت بروح النادي الاهلي وانا في لسه بطل الدوري. استاذ احمد عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا بيك الدكتور عبد الرحمن، ووفائي طبعا صديقي وحبيبي والدكتور العظيم يعني. اهلا بيك معانا. اهلا بيك كريم. تعرف دكتور وفائي من قد ايه تقريبا؟ والله مش من بعيد قوي ولا من قريب قوي، بس خلي بالك وفائي عكس الناس العشريه والمريحين نفسيا يعني. دايما انا بقول ان الدكتور لازم يبقى على طبعا لازم يبقى عنده علم قوي جدا، ولازم يبقى في دراسه جامده جدا، وده شق وشق تاني ممكن تبقى مستريح نفسيا. ده اكتر حاجه بتلاقيها بس الدكتور وفائي يعني. انا عارف طبعا انه يعني تقريبا كل الـ 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 كل حد في الشو بيزنس بقى، كل حد ليه جمهور، كل واحد ليه شعبيه وجماهيريه، دايما بيبقى حريص على مظهره وعلى لياقته البدنيه وعلى صحته وشكله. في اوقات كتير جدا كنا بنسمع انه الناس لما بتتعب بتسافر بره، او الناس لما بتتعب بتعمل تشيك اب بره وبتروح لدكاتره بره. بيتهيألي في جيل جديد من الدكاتره المصريين والمتخصصين يا كريم قدروا يغيروا الفكره دي، وقدروا يعني يقدموا هنا حلول وبدائل، ما تخليناش نروح للبديل الاجنبي زي ما بيقولوا. ده حقيقي ده فعلا يعني. وعلى مستوى كل المجالات خلي بالك، كل مجالات الطب هتلاقي في كل مجال في الطب او في كل قسم في الطب هتلاقي كذا حد مميز قد يكون تمام اصلا من بره، بس طبعا مش كتير يعني. بتلاقي يعني عارف انت بتساوي ازاي دلوقتي، انت بتساوي زي دكتور وفائي كده يعني.
يعني وصائي من الناس اللي انت يعني انا كنت رحت بطيئة في ربيتك مخبوط وخدتها كده. عايز اقول لك بعد فاشل واحدة جاب لي طليق الله اكبر عليها. تهرج معاك انت بتصدقني. طبعا لا طبعا عايز اقول لك بس انا ربيت وكتف ظهر ورقبتي انا رايح لبايظ دلوقتي ما شاء الله الحمد لله الاكبر يعني تعافى خالص. الحمد لله على سلامتك يا رب بخير دايما. تقول ايه الكابتن يا نادي كريم؟ لا اقول له اشوفك بكره يعني. يلا ان شاء الله حبيبي. بتقول حاجه سلامي لي سلامي لي جدا. طب سلامي انت عبد الرحمن. اشكرك اشكرك كريم. ميرسي بشكرك شكرا جزيلا نجم كريم فهمي. بشكرك على التواصل معنا في السادسه. كنا ليه يمكن قبل مكالمه كابتن وليد كنت بسال دكتور رفاعي على رامي ربيعه وانتوا قلتوا لي ان رامي يعني قصه وحاله كده عند دكتور عبد الرحمن يعني. ورامي الحقيقه يمكن من اللعيبه كمان اللي الناس يعني بعيدا عن اصابته الاخيره بتحس انه بيتعرض للاصابه كتير. هل ده ليه علاقه بسوء حظ ولا ده ليه علاقه بتركيبه او تكوين رامي؟ يعني علامه استفهام بصراحه. لا احنا بالنسبه لنا يعني انا بالنسبه لي في التغذيه رامي ما عنديش عليه اي تحفظات بالعكس. لسه كان معايا هنا قريب بقول له ما شاء الله انت محافظ على نفسك جدا. رامي الفتره الاخيره دي كان يعني ونازل اكتر من ممتاز. يمكن وصلنا لاكتر ارقام ايديال او ارقام مثاليه بالنسبه لوزنه مع طوله. الكتله العضليه عند رامي برده ما شاء الله يعني احنا برده بنحكم على اللعيبه حسب البوزيشنز بتاعتها. يعني رامي كسيرد باك او كراجل قلب دفاع بنحتاج البنيه اللي هو فيها حاليا عشان يعني انت مثلا لو عندك وينج وعندك سنتر باك تحتاج انه لا في فروقات طبعا في فروقات في البدنيه الشغل ده غير الشغل ده بالزبط. بعيدا عن اسم اللعيب يعني بحقيقي. انا بتكلم على البوزيشن هنا البوزيشن يفرض عليك بحتاج البنيه والكتله العضليه مع طول رامي. رامي طويل 100 بنتكلم في 100 حوالي 184 سنتي. فلا رامي ارقامه بالنسبه لي انا لا والتزام برضه يعني والتزام كان هايل جدا الفترات الاخيره ايام المعسكرات الاخيره يمكن. فانا من وجهه نظري انا او من قطاعنا احنا في التغذيه يمكن نقول بقى سوء حظ او سوء حظ سوء توفيق بالنسبه لي انا. انما ما فيش اي تحفظات خالص بالنسبة على رامي. واضح انه ربيعه بالنسبه لدكتور رفاعي قصه في موضوع كده ولا يا دكتور؟ لا ده موضوع كبير جدا. انا فاكر انا اعرف رامي تقريبا من سنتين. انت في ناس كتير تعرفهم من قبل ما اجي النادي صح تعرفهم من قبل ما تبقوا في الجهاز الطبي. من قبل ما ابقى في الجهاز الطبي انا اعرف رامي من سنتين تقريبا او سنتين ونص. انا على طول بعمل تريننج في المانيا. طب قول الو معلش يا دكتور رفاعي. كل ما تيجي تحكي قصه ربيعه تلاقي تليفون بس التليفون المره دي مهم جدا. الو اهلا روميو. ازيك يا بودي؟ ازيك يا روميو؟ انا لازم بقى احكي لك القصه بتاعته وهو معاك. خليك معانا يا كابتن رامي ما تروحش في حته. حضرتك من سنتين ونص كده ومن سنتين وشويه كان رامي عنده مشكله في الحوض وانا بعمل تريننج في المانيا في مستشفى اللي هو بيتعالج فيها شون كلينك. هو كان النادي هو مسافر ويتعالج هناك وانا كنت بعمل هناك تريننج بالصدفه. فتعرفت عليه وقعدت اسلم عليه وتبين ان انا فان للاهلي. فانا وقفت معاه وقعدت اتكلم وقعد يقول لي انت هنا بتعمل ايه؟ بقول له انا هنا جاي اخد تريننج عند البروفيسور اللي هنا. فقعدنا نتكلم مع بعضينا شويه. بعد كده هو اصلا في يوم كده كان قافش على المستشفى كلها هناك وقال لي بقول لك يا دكتور سمعت انت مش دكتور مصري؟ قلت له قال لي تعالى اعمل لي الجلسه ومش عارفين يخففوني. وخدني في اوضه وقال لي اشتغل. قلت له كان ممنوع. قلت له يا كابتن اشتغل ازاي؟ انا هنا اصلا تنين ما ينفعش اشتغل خالص. قال لي انا بقول لك انا اشتغل انا عايز حد يجي يكلمني انا ما بخفش هنا في المستشفى. اهلا بيك يا رامي. قبل الهوا دكتور عبد الرحمن بيقول لي انك يعني انت من اكتر الناس الملتزمين وعشان كده دايما بيحط لك حاجه زياده في كل ميل وفي معسكر بيظبطك في المشويات. يعني انت واخد حقك وزياده شويه. لا انا تعب الراجل معايا بصراحه يعني. حبيبي يا روميو حبيبي معايا يعني دايما لازم اطلب حاجه زياده يعني ما بستكتش بالاكل هو بيجيبه لي بس يعني. لا دكتور عبد الرحمن دكتور محترم كان اول معايا اللقاء معانا ماتش سان داونز بره كان اول تعرفي بيه يعني. فلا يعني راجل مجتهد وراجل محترم كل شغله جدا. عشان كده احنا بدانا اللعيبه كلها بتهتم باكلها ووزنها والامور دلوقتي ماشيه. شربت كام ازازه ميه النهارده يا كابتن رامي؟ لا الاصابه بقى خلاص هنبتدي. لا معلش عايزينك ترجع احسن من الاول. لا ان شاء الله يعني. طمنا عليك. لا بالنسبه للاصابه الناس يقول لك الاصابه على طول بتتكرر. انا شايف ان انا بقالي سنه الحمد لله ما فيش اصابه. ده شيء طبيعي. كل اللعيبه دلوقتي عندهم شد. اكيد دكتور وفاي عارف اللي انا بقوله او دكتور خالد النادي الاهلي عارف اللي انا بقوله. انت شد في الخلفيه يا رامي صح؟ مزق. لا انا عندي مزق مزق. مزق نتيجه ان انا جالي شد قبليها بماتشين
ولعبت عليها ماتش اف سي مصر. وزي ما قلت لحضرتك في الاول يا ريت الناس تفهم ان الملاعب في مصر غير مؤهله لاي حد يلعب فيها. دي حاجه صريحه يعني، انما العيب مش في جسمي، بالعكس اللعيبه كلها النادي الاهلي عندها شد، اللعيبه كلها مجهده. انا واحد من الناس كنت مجهد، العضله النفسيه اللي اتمزقت كانت مجهده، فالعيب مش في تكويني الجسماني ولا العيب في تكويني ان انا بتصاب كتير، بالعكس انا بقالي سنه من ساعه الحوض ما اشتكيتش باصابه مختلفه، يعني ده دليل ان انا ماشي الموسم ويعني يعتبر الحمد لله لعب معظم الماتشات السنه دي مع النادي الاهلي افريقيا ومحليا. فانا شايف ان يعني حتى الرفاه يفهم كلامي كويس، ان انا ما فيش دلوقتي اصابه ولا في اي حاجه، بس هي المزق لا ده طبيعي. اظن ان في لعيبه لو بتتابع الدوري الانجليزي نص يعني نص اللعيبه في الدوري الانجليزي جالهم شد ومزق في العضله الخلفيه نفس بتاعته. يعني سون توتنهام جاله مزق برضه في الخلفيه، في لعيبه كثيره جالها الموضوع ده، لان موسم استثنائي موسم صعب الواحد محتاج فيه مجهود وراحه كتير وماتشات كلها ورا بعض. انت كده بعيد عن ماتش المغرب يا رامي صح؟ طبيعي بس ممكن الماتش هنا تلحق ولا برضو ممكن يبقى تلحق؟ مع دكتور وفاء مع دكتور خالد بينصفوا مع بعض ان احنا نقدر نعمل حاجه بكثف العلاج يعني صبح وبالليل، فربنا يكرم ان شاء الله ويلحق يعني الواحد يستنى الماتشين دول اصلا يعني الموسم كله في الماتشين دول يعني ده اللي مضايق الواحد، انما الاصابه مش كبيره يعني الحمد لله، الاصابه كحجم اصابه مش كبيره ده طبيعي بس انما توقيتها هي اللي كان رخم. معلش الواحد كان متضايق بس او اللعيبه معلش انا عارف طبعا يعني وبالذات لان انت ماتشين اهم ماتشين عندك الموسم. صح عندك حق طبعا وبالذات كمان انما طبعاً وبالذات كمان خط دفاع الاهلي، يعني خط دفاع الاهلي بيعاني الحقيقه يمكن بشكل كبير جدا، اعتقد 70-80% من الاصابات في خط الدفاع في الفتره الحاليه. انا بشكرك حضرتك. اتفضل لا 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 سيبك بقى مع لا اتفضل وشوف يوم لا سيبك استمتع بفيديو عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن تحب تقول حاجه لرامي؟ يعني انا مستنيك ترجع لك بالسلامه. الاصابه مهمداني لا خالص فيش الكلام ده رامي ترجع لنا بالسلامه يا رامي حبيبي يا رامي منورين الدنيا انت ودكتور وفاء حبيبي منورين يا حبيبي بشكرك شكرا جزيلا كابتن رامي ربيعه وترجع بالف سلامه ان شاء الله مرة تانية. يمكن رامي من يعتبر احدث اصابة حصلت في الفريق. الدكتور خالد شخصه وعملنا بعد الماتش عمل رنين مغناطيسي. أيوة. وصراحة يعني الدكتور خالد ده اكتر واحد في النادي الاهلي بيتعب. فعلا يعني راجل محترم وعلى خلق وعلى علم، يعني ربنا يكرمه والجهاز الطبي. احنا فعلا انا فخور ان انا بشتغل تحت قادة الراجل. طيب انا عايز من حضراتكم توجهوا نصيحة للاعيبة الكورة بشكل عام والنجومنا طبعا في النادي الاهلي سواء في الفيرست تيم او حتى في الفرق المختلفة، اللايف ستايل اللي لابد انه لعيب الكرة يحافظ عليه. انا عارف ان الموضوع مش بس وجبة قبل في معسكر او تعليمات بانك انت لازم تنزل على الميزان كم كيلو او انك انت تركز في اكلك، لكن اعتقد ان الموضوع لايف ستايل. نصايح العمل اللي توجهوها للعيبة الكرة هبتدي بدكتور عبد الرحمن. ان حياتك كلاعب كوره لازم تستغلها بافضل شكل ممكن، تهتم جدا بموضوع التغذيه. احنا النهارده حاليا ما فيش حد في اي دوري اوروبي او اي منظومه محترفه يغفل دور التغذيه العلاجيه او تغذيه الرياضيين في نجاح منظومه الكوره. الفتنس بتاعك قائم على مردودك البدني ونظم التغذيه بتاعتك، فما ينفعش تبقى انت زي ما تقول بيمشي على سطر وسيب سطر. الالتزام من اول السيزون لاخر السيزون، حتى لو بعد الشهر جت فترات اوف سيزون انت في اصابه او حاجه، انت بتفضل كوميتي بتفضل ملتزم وفي الاخر انت بتستثمر فيك انت. طبعًا. يعني انا بقولها دايما للرياضي، الاستثمار ده فيك انت اكتر حد مستفيد قبل اي حد تاني اخر. حقيقي. انك توصل لاحسن بيرفورمانس واحسن مردود بدني او مردود بدني ليك انت عن طريق التغذيه طبعا بالاضافه الى التدريب والتاهيل مع الدكاتره الزملاء. دكتور وفائي، انا شايف ان الواحد لازم يحافظ على اكله زي ما عبد الرحمن قال، لازم يحافظ على الفيتنس ليفل بتاعه. لازم يبقى محافظ على ان هو ينام كويس جدا 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 وياخد في مواعيد النوم طبعا. طبعا يعني اهم حاجه في مواعيد النوم طبعا، ولازم ياخد الريكفري بتاعه كويس جدا بعد السهر. بيأثر على مستوى اللياقه البدنيه، بيأثر على مستوى اللياقه البدنيه وبيأثر على الاصابات الاثنين بس. وان شاء الله يعني ربنا يجعل الفرقه بتاعتنا كلها سليمه ومش عايزين اي اصابات. كل يعني التوفيق ليكم في مهمتكم الصعبه. دورتكم طبعا بالتاكيد مهم جدا، كان مهم نوضحه للناس لان ناس كتير يمكن ما تعرفش الجنود المجهوله اللي موجوده مع فريق النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا. شرفتونا ونورتونا دكتور عبد الرحمن سعيد استشاري التغذيه العلاجيه بالفريق الاول نادي الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا استاذ احمد.
ودكتور محمد وفاي استشاري العلاج الطبيعي للفريق الاول بالنادي الاهلي ومنتخب مصر سكواش، شرفتنا ونورتنا في السادسه. شكرا لحضراتكم، وشكرا لكل جمهور السادسه اللي تابعنا النهارده. نقابل حضراتكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده والسادسه مساء. تحياتي لحضراتكم. اسال على الاهلي وتضربه هيقول لك وسع